مع تسجيل 3 حالات مصابة بفيروس كورونا بلبنان لحد اليوم، عم تزداد مخاوف الناس أكثر من الإصابة بهذا المرض، خصوصي مع وجود كتير حالات مشتبه فيها بمختلف المناطق، وكتير أشخاص عم يعانوا من عوارض الإنفلونزا أو حتى ما عم يعانوا من أي عوارض، عم يتساءلوا أيمتى لازم يعملوا فحص الكورونا للتأكد من عدم إصابتهم. فحص فيروس الكورونا عم ينعمل حصرا بمستشفى بيروت الحكومة، وهو فحص مجاني تتكفل فيه وزارة الصحة، ولكن ليعمل الشخص هذا الفحص في شروط محددة. وزير الصحة عام محمد حسن وبحديث خاص للنشرة تي في شرح لنا أيمتى وكيف لازم يلجأ الشخص لإجراء فحص الكورونا. أنا اللي بحب عممه، وهذا أول تعميم بيكون عبر النشرة. نعم. أول شيء تمنيت على كل الجسم الطبي بكل المستشفيات الحكومية أو الخاصة، عندما يلجأ لهم المريض إليهم المريض أو المواطن suspected case المشتبه بإصابته، أول شيء إذا مجرب أو عنده التهابات نيمونيا أو برونشايتس، خلينا نقول بالأول نميز هل هو بكتيريا أو فيروس. بعد ما نعمل فحص الإنفلونزا المتوفر في كافة المختبرات على الأراضي اللبنانية، إذا طلع إنفلونزا نكتفي بالعلاج حسب الطبيب المعالج. إذا ما طلع إنفلونزا في عوارض تانية من وجع بالحلق، من حرارة، من تعرق، من ثقل بالتنفس، ساعتها منروح على إجراء فحص الكورونا بالتواصل الأول على 12-14 أو على الرقم المعمم من وزارة الصحة، وساعتها يصار لإجراء الفحص. مش كل واحد اليوم بده يطمن على حدا روح عمل الفحص. وزير الصحة أكد أنه الفحص مجاني، ولكن الأولوية للمرضى المشتبه فعلا بإصابتهم، وأنه بعض المعطيات الطبية الصحية واللوجستية تعتبر بمثابة المعايير لتعتمد لإجراء هذا الفحص. أما بالنسبة لجهوزية المستشفيات لاستقبال حالات مصابة بالكورونا، فأكد وزير الصحة أنه تم تجهيز 7 مستشفيات حكومية من شمال لبنان لجنوبه لمواجهة فيروس كورونا، ولكن ما تم تجهيز أي مستشفى خاص لليوم. فشو السبب؟ بما أنه نحن المستشفيات الحكومية حتى تاريخه لم تطلب أي استعانة في سعة عالية نسبة بالمستشفيات الحكومية، ولم تستعمل حتى تاريخه، مشان هيك وقتها يكون في حاجة أكيد المستشفيات الخاصة مثل ما كانت دايما شريك مسؤول عن صحة المواطن سنستعين بها إذا لازم الأمر. أما بحالة فئامة الأزمة، أكد حسن أن المستشفيات الخاصة أبدو رغبتهم واستعدادهم لتلبية أي نداء بيجي من وزارة الصحة.